والله احنا ماشيين في التدريب بخطة ثابتة، في برنامج محطوط من كابتن اكرامي المشرف على مدربين حراس المرمى واحنا ماشيين عليه، وزي ما حضرتك شايف كده احنا بنبتدي تمريننا احماء، بنشتغل الجانب المهاري، الجانب الفني، الجانب البدني، ما بنسيبش حاجه يعني. يمكن انا عندي في فرقه 99 ثلاث حراس مرمى، عندي رمضان ابو حطب كان السنه اللي فاتت في فتره كبيره جدا كان موجود مع الدرجه الاولى فوق، موجود معايا محمد طارق، اسلام اشرف، حراس مرمى مميزين ان شاء الله ربنا يعني يكتب لهم الخير ويكون ليهم دور في النادي الاهلي. طبعا ده حسب احتياجات الدرجه الاولى. يمكن هو كابتن طارق سليمان عامل حاجه كويسه جدا، ودي يعني بتفيد حراس المرمى وبتفيد الدرجه الاولى. كل فتره بياخد اثنين او حارس مرمى بيعمل زي فتره معايشه فوق في الدرجه الاولى، يعيش التدريب ويعيش مع النجوم بتوع الدرجه الاولى، يعيش الجو بتاع الدرجه الاولى. الكلام ده كله بيأثر المسافات بعد كده لما يجي يطلع، ما يبقاش عنده الرهبه تبقى موجوده. في نفس الوقت الحمل التدريبي برضو بيستفاد منه، ويمكن هو ده السيستم اللي ماشيين بيه في النادي الاهلي، ان دايما اللعيبه بتاعتنا تبقى واخده على انها تبقى موجوده دايما في الدرجه الاولى وفي المنافسه وعايشه وسط النجوم. اللعيبه الناشئين لما بيطلعوا ما بيحسوش بغربه يعني فوق. والله النادي الاهلي طول عمره هو اللي بيصدر حراس المرمى لجميع منتخبات الفئات السنيه في مصر، من اول منتخبات الناشئين لغايه منتخبات الاول. على مدار التاريخ يعني نادر جدا انك تلاقي حارس مرمى بره النادي الاهلي هو اللي بيلعب. عندنا الحمد لله في النادي عندنا حراس مرمى على اعلى مستوى، ما عندناش مشكله خالص في حراسه المرمى، الحمد لله ما عندناش اي مشكله خالص. سنين كتير يعني انت بتتكلم في حراس ان شاء الله باذن الله وعده للفريق الاول من البراعم من سن 9 سنين لغايه 21 سنه، فاحنا ما عندناش مشكله. عندنا حراس مرمى بتلعب في اعمار مش في اعمارها، ومع ذلك هي شايله الفرق اللي بتلعب معاها، ومع ذلك هو عنصر مؤثر جدا مع الفرق اللي بتلعب معاها. على سبيل المثال مثلا انا فرقه ال2000 انا الحارسين بتوعي من اول السنه مع الدرجه الاولى مع 97 بيلعبوا، مصطفى شوبير بيلعب مع الدرجه مع 97، احمد طارق بيلعب مع 97، ومع ذلك ما عنديش مشكله في الفرقه. انا معايا الحارس بتاع 2001 اللي مش بيلعب في 2001 وما شاء الله محمد اشرف ما شاء الله هو عامل معايا موسم هايل. احمد طارق لعب معايا بعض المباريات لما الدرجه الاولى بتسمح له ينزل يلعب. محمد ما شاء الله عامل موسم هايل وليه بصمه مع الفرقه وكان ليه بصمه كبيره في نتائج الفرقه، فانا شايف ان ما عندناش مشكله الحمد لله. مصطفى شوبير كمان دي فرقته، فرقه ال2000، مصطفى بيلعب اساسي مع 97. مصطفى ما شاء الله استدعى للمنتخب الاولمبي المعسكر اللي فات وعلى ما اظن المعسكر اللي جاي كمان، فانا شايف ان ما عندناش مشكله. عندنا حراس مرمى في 99 على اعلى مستوى، عندنا حراس مرمى في 2001 على اعلى مستوى، عندنا حراس مرمى في 2003 و2004 و2002، احنا ما عندناش مشكله في حراسه المرمى. والله هو كابتن اكرامي طبعا الاب الروحي بتاع القطاع كله بالنسبه لمدربين حراس المرمى جميعا. في جميع الحراس بنجتمع مع كابتن اكرامي، بنودع البرنامج بمعايير، بمرحلة سنية لكل مرحلة سنية ليها برنامج بنشتغل عليه على خطة ثابتة. طبعا انت عارف ان فترة الاداب بيبقى لها برنامج، ولما بتيجي تخش في فترة المنافسات بيبقى في برنامج بتنزل بالاحمال. فلكن الكابتن اكرامي صراحة متعاون معانا جدا، كل مباراة بيبقى معانا مشاهد للمباراة، بيوقف على الاخطاء ونرجع مع بعض نتناقش اذا كان في اخطاء، يستمع ليا وبعد كده يدلي بالراي بتاعه للراي الصحيح، وبنشتغل على وضع البرنامج مع الكابتن لتميز الحراس ولارتفاع مستواه. احنا عندنا مجموعه مميزه من حراسه المرمى، الكابتن اكرامي حاطط مع حوالي 6 حراس مرمى او 7 حراس مرمى تحت امر الدرجه الاولى في اي وقت. احنا ماشيين بخطى وبرنامج يناسب ان لما الحارس يطلع الدرجه الاولى يكون متفق مع تدريبات حراس المرمى الفريق الاول، يكون ممكن في اي لحظه يلعب، يبقى في ثقه، في ثبات، في كل الامكانيات ان هو يوازي التعامل مع الدرجه الاولى. طبعا احنا ماشيين بخطه من قبل كابتن اكرام ماشيين عليها طبعا، والبرنامج بتاعنا بنعمله طبعا على اكمل وجه مع الاولاد وبننفذه اسبوعيا طبعا، وفي نفس الوقت ان احنا بنشتغل طبعا دايما على اغلبيه الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بنشتغل على الاخطاء بتاعتنا في المباريات، اللي هي لان احنا عندنا ضغط مباريات
عندنا بنلعب يوم الاثنين والخميس على طول، فعلى طول بقى شغالين، فأي حاجة فيها أخطاء للولاد بنصححها لهم في الأيام المتتالية للمباراة، وبإذن الله يعني هم شغالين كويس طبعا، ماشيين كويس زي ما أنت حضرتك بتشوف في المباريات اللي هو كان شغال فيها أبو جبل وعمر، يعني الاثنين ما شاء الله الله أكبر عليهم ماشيين كويس جدا. كان أبو جبل في الماتشات، ماتش الزمالك حضرتك شفته في ماتش المقاولين، وعمل ماتش طبعا كل اشتغل فيه كل الحاجات اللي جات له أخذها، يعني لو مثلا هنديله من 10 هنديله 7 من 10 8 من 10 كمان، كان هايل يعني في الماتش دوت، كل الكروسات خدها، وحتى الشوتينج حتى الحاجات اللي ممكن تكون جايه له انفرادات اشتغل معاها كويس طبعا، واشتغل معاهم مهاريا ونفسيا، فأغلبية الوقت يعني بنزودهم في الحتة المهارية دي، وطبعا نفسيا معهم طبعا، لأن الموقف اثنين وخميس دي عايزة يعني أكنهم بيلعبوا درجة أولى فعلا في المواقف دي. وكابتن إكرامي ماشي معنا على برنامج معين بحيث ان احنا نقدر نطلع اكتر من حارس مرمى للدرجة الاولى، وفعلا دلوقتي في اكتر من حارس مرمى موجودين في الصورة، كتار في 5 أو 6 حراس مرمى موجودين، فيهم 2 أو 3 موجودين فوق على طول بصفة مباشرة بصفة دايمة، وتحت في قطاع مليان بحراس مرمى جيدين جدا، من ضمنهم طبعا زي ما انت قلت شوبير وحمزة ورمضان وطارق، وفي كذا واحد، وفي تحت ناس تانية كتير بس لسه عمرهم صغيرة جدا، احنا بنحاول ان احنا نبنيهم، بنحاول ان احنا نعلمهم، بنحاول ان احنا نختار منهم الافضل عشان نصعدوا الفرق الاكبر، وفعلا ده بيحصل ان في حراس مرمى كتير بيتصعدوا الفرق الاكبر منهم، هتلاقي حتى دلوقتي مع 97 اللي بيلعب هتلاقي مواليد 2000، وهتلاقي مثلا مواليد 99 بيلعب مع 97، وهتلاقي في 2000 بيلعب معهم مواليد 2001، فهتلاقي دايما احنا بنصعد وبنحاول نعودهم على ان هم يلعبوا مع الفرق الاكبر منهم، بياخدوا خبره بيستفيدوا من كده.